يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب علم وأحضر هذه الدروس، لكن عندي هموم وغموم. يقول أنا طالب علم وأحضر هذه الدروس ولكن عندي هموم وغموم، ويطلب من فضيلتكم الدعاء له ونصيحته. ادعو الله أن يفرج همك ويذهب غمك، الله قريب مجيب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد فيه أحد الصحابة جالسا، قال ما أجلسك ها هنا؟ قال هموم وذنوب أو ديون ركبتني يا رسول الله. فقال علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به ففرج الله عنه. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن غلبة الدين، أعوذ بك من العجز والكسل. هذا الدعاء الذي علمه، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فدعا به الرجل ففرج الله عنه. نعم.